للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الفيروسات والأوبئة. يا أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا يا دكتور، أخبارك إيه؟ مساء الخير على حضرتك. كل سنة حضرتك طيب، رمضان كريم. الله أكرم. دكتور إسلام، أنا أذكر جيدا حضرتك منذ ما يقرب من شهر كنت معانا في مداخلة كريمة في حديث الأخبار، وكان لسه العالم يدوب بقاله كم أسبوع بيتكلم على فيروس ماربرج. النهاردة الموضوع تطور، وأنا أذكر أن حضرتك الحقيقة أشرت أنه ده فيروس خطير وانتشاره سريع جدا، واللي حضرتك قلته النهاردة منظمة الصحة العالمية بالفعل بتعلنه. ما مدى خطورة انتشار فيروس ماربرج في إفريقيا، وإيه هي يا دكتور دلالات إطلاق منظمة الصحة العالمية للتحذيرات في هذه الفترة؟ يعني كذا نقطة مهمة في سؤال حضرتك، يعني نقطة كويسة جدا نبتدي بيها، هي فكرة ان من ساعة ما كان التصريح الاولاني في الشهر اللي فات، يعني تقريبا يوم 15 فبراير، لغاية دلوقتي مفيش اي حركات دولية او تمويل للسيطرة على ماربورغ. احنا قلنا هو يعني غالبا بيبقى متوطن في افريقيا وغالبا ما بينتشرش بره القارة، وكان منظمة الصحة العالمية آملة في أن يبقى في تمويل للمنظمة الفرعية اللي عملتها اللي هي ماروفاك، اللي المفروض تعمل بحث وتطوير للقاحات وبعد كده أدوية للمرضى مرض، وهي طبعا حمى نسبية، وزي ما حضرتك ذكرتي ممكن توصل الوفيات فيها ل 88%. حاليا ومن أول 15 فبراير لغاية الآن مفيش أي تمويل للسيطرة على الفيروس. صحيح احنا بنتكلم في عدد إصابات قليله، يا لسه ما نقدرش نقول ان هو مثلا متوطن او وباء عالمي او خلافه، ولكن في الاخر هو في مرضى، والمرضى بتموت بسبب نقص الريسورسز الموارد الموجوده في البلاد، ومفيش اي تحرك دولي حتى الان. تصريح منظمه الصحه العالميه هو تحذير ثاني ان ما ينفعش نرجع للنقطه صفر، يعني نفس التصريح ده كان بيطلع دايما زمان للايبولا وللايد، ان المجتمع الدولي مش بيتحرك. لما حصل كوفيد كلنا حسينا ان ممكن فيروس لو تم تحوره العالم كله بيبقى في خطوره، احنا رجعنا تاني لما قبل كوفيد، وكان العالم ما اتعلمش من درس كوفيد 19، ومحدش برضه عايز يساهم في السيطره على ماربورغ، اللي ممكن احنا حتى الان بنتكلم هو نفس الفيروس، الحمد لله ما فيهوش اي تحور، المفروض ان الويف بتاعته تقعد شهرين ثلاثه زي ما حصل من اول 1967 حتى الان، هو دايما بيجي في موجات، ولكن من يعلم ممكن يحصل لا قدر الله تحور. طول ما احنا سايبين الفيروسات بدون بحث وتطوير، طول ما فيش لقاحات لهذه الفيروسات المتوطنه في افريقيا، ما فيش علاجات، احنا في اقرب فرصه للاسف لو حصل اي تحول لاي واحده من هذه الفيروسات مش هيبقى زي كوفيد. الفيروسات النسبيه قويه جدا، نتكلم ان كل 100 شخص بيجي له اصابه لو ما فيش موارد 88 شخص منهم هيموتوا، يعني نسبه عاليه جدا. التصريح يعني اكثر موجه للدول والمنظمات الدولية أكثر من الأفراد، أن يتم يعني على الأقل تمويل ولو بسيط لماروفاك عشان يبتدي يبقى فيه ريسورسز خصوصا لغني على السيطرة على الفيروس اللي هم لغاية دلوقتي مش عارفين يسيطروا عليه. النسب اللي حضرتك بتقولها دي خطيرة جدا يا دكتور إسلام، وحضرتك طبعا كأستاذ في علم الفيروسات والأوبئة يعني في تركيزك أكثر على ضرورة أنه العالم يوفر الموارد أو الريسورسز، لأنه هي دي في النهاية اللي هتمكن العالم من الحد من انتشار هذا الفيروس. كما ذكرت حضرتك ممكن ما يبقاش خطير لدرجة كبيرة، ولكن في النهاية نعم هناك وفيات بسبب هذا الفيروس. نتمنى السلامة إن شاء الله، وبنشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات القيمة دكتور إسلام عنان، أستاذ علم الفيروسات والأوبئة.